الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من ممثل كوميدي إلى رئيس لأوكرانيا، قصة أثارت اهتمام المخرج والممثل الأمريكي الحائز على الأوسكار شون بين، فقرر في بداية العام الماضي 2022 أن يصور فيلماً عن حياته. وبالفعل اتجه بين إلى الجمهورية السوفيتية السابقة ليبدأ مشروعه الفني، ولكن شاءت المصادفة أن تندلع الحرب ويبدأ الجيش الروسي غزوه لأوكرانيا في 24 من فبراير، بعد أيام قليلة من وصول شون بين وفريقه إلى كييف. ليتحول مسار القصة من مجرد فيلم عن حياة فنان تحول إلى رئيس دولة إلى فيلم وثائقي من قلب الحدث يصور وقائع الحرب. فكانت النتيجة الفيلم الوثائقي سوبر باور أو قوة عظمى، الذي عرض هذا الأسبوع لأول مرة عالمياً في مهرجان برلين السينمائي يوم السبت الماضي. النجم العالمي شون بين بطل الفيلم، والذي قام أيضاً بإخراجه إلى جانب المخرج آرون كوفمان، عايش العديد من مشاهد الحرب الحقيقية، فيظهر تارة في خنادق أو في مواقع قصف أو مع الرئيس الأوكراني. ومن أبرز مشاهد الفيلم الذي يمتد لساعتين اللقاء الأول والمقتضب لزيلينسكي الذي صور ليلة الغزو في القصر الرئاسي. ويتضمن الفيلم أيضاً مقابلات أخرى يتحدث فيها الرئيس عن طريقة تعامله مع ضغوط الحرب في حياته العائلية.